deuxième année. مرحبا بكم في درس لبريسيون. انا بوان دان ليكيد كيبدا عندنا ان ليكيد موجودة فيه اون سيرفاس مهما كانت لا سيرفاس هذيا مايله ولا واقفه ولا راقده نقولوا احنا مثلا الحيط نتاع الحكه هذيا اللي صورت والا مثلا بلاكه محطوطه في وسط هكا راهو الليكيد هذيك اللي اكزيرس اون فورس بريسانت اف قوه ضاغطه على هكا السرفاس هذيك القوه هذيك اف تكون من الليكيد فيغ لا سيرفاس اورينتي هكا مثلا تناتيك دي زيكزامبل الديريكسيون نتاعها تكون نورمال يعني عموديه نورمال على سيرفاس سونس الاتجاه يكون دائما دو ليكيد فير لا سيرفاس بريسي يعني من ليكيد بدو لهاك السيرفاس هذيك يبدا في الاتجاه هذاك مثلا كي نقولك اعطيني البريسيون على الجزء هذايا نتاع البلاره على اساس هذه مثلا بلاره مش تقول لي انت راهي الفورس اللي تنزل على هاك الطرف هذيك هي الفورس اللي من ليكيد للبلاره انا عامله هكا الفورس وعموديه الي نورمال على سيرفاس الخضراء هيك اخر خاصيه من خاصيات الفيكتور هي النورم نتاعو قداش قيمتها لا فورس كيفاش نحسبها بما انها فورس اولا تعرف انت اللي هي بالنيوتن نحسبها كي نحط لا بريسيون فوا لا سيرفاس شنو هي البريسيون هذه هي البريسيون هيدروستاتيك نتاع الليكيد سور لا سيرفاس بقريناه في الدرس اللي قبله نجمو معناها زادا نستنتجو اللي لا بريسيون هي ديجا تساوي لا فورس سور لا سيرفاس كي تبدا عندي لا فورس مسبقا دونك يا اما انا نلوج على الفورس نستعمل بريسيون فوا سيرفاس يا اما قاعد نلوج على البريسيون وكنستعمل فورس سور سيرفاس اول معلومه لازمك تعرفها اللي البريسيون هذه قدره الليكيد على الضغط اللي هي قد ما نقص لوطا راهي تكبر ديجا هذه معلومه اولى معناها لا بريسيون هذيك ال كرو افيك لا بروفوندور قد ما نزيد نهبط لوطا الضغط يقوى لوجيك علاش عطيت هذه المعلومه هذه حاجتك بها باش كي تخدم في تمرين عندك ديفيرونس دو بريسيون لازمك تعرف نيجاتيف ولا بوزيتيف باش تجيك معناها كي ناخذ بريسيون في النقطه هذه P1 و بريسيون في النقطة هذه P2 وقت نقول P2 إلا P1 هذيك هي لا فالور بوزيتيف خاطر P2 أكبر من P1 ما نعملش العكس هيك علاش عطيتك المعلومة هذه وإحنا مش نقعدوا نمشيو كان بالديفيرونس دو بريسيون مش نقعدوا ديما عندنا P1 موان PB في الدرس هذا البريسيون هذه راهي بالباسكال راهي لونيتي دو ميزور هي الباسكال والسيرفاس هذه راهي لونيتي دو ميزور نتاعها هي لو متر كاري دونك كيف نضرب باسكال فوا متر كاري نتحصل على نيوتن وبالطبيعه عطيها لك بالسنتيمتر كاري ولا بدلها معلومه اخرى كل ليكيد والبريسيون نتاعو معناها البي هذه راهي عندها علاقه بالليكيد دائما مثلا الماء ما يضغطش قد الزيت ما يضغطش قد الكول معلومة مهمة أخرى توا لا بريسيون هذيك اي لا ميم ان تو بوين دان بلون هوريزونتال معناها ريتوها السيرفاس هذيا راني في كل نقطة منها البريسيون هي بيدا راهو لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا يعني نمشي كان بالارتفاع معناها كي نهبط لوطا خمسة سنتي نولي نحكي على البريسيون المتواجدة في البقعة هذيا اللي فيها خمسة سنتي هبوط اللي هي هذه كلهم زادة كيف كيف هنا وهنا وهنا نفس البريسيون هيك علاش باش نحكيو على بريسيون في ارتفاع معين وفرق بينها وبين بريسيون في ارتفاع اخر مهما كانت بقعتها سور لو بلون هوريزونتال دونك البريسيون ان تو بوين دان بلون هوريزونتال اي لا ميم توا جا وقت الحسابات كيفاش نحسبها البريسيون هذه ما نجم نحسب كان فرق بين زوز بريسيونات ما نجمش نحسب وحده كي كتاير ديما نحط بريسيون في بقعه معينه نقول ارتفاع معين الا البريسيون في ارتفاع اخر عطاهولك توجور اي ايغال رو دو ليكيد فوا جي كونستانت دو بيزونتور فوا لا هوتور هكا شفنا لا هوتور اللي هي بين الا والبي كيما هوني مثلا البريسيون في النقاط المتواجده على المستوى هذا بكله نطرح منها البريسيون بون نبدا بالاقوى بي 2 بالاكبر
بريسيون في المستوي لو بلون الاحمر الا البريسيون في البلون الاخضر تيغال الرو تاع الليكيد هذاك فوا جي كونستون دو بيزونتور فوا لوتور اللي هي الفرق بين بلاصه الديفيرونس معناها بلاصه الاحمر وبلاصه النقاط الاخضر جوست الارتفاع هذاك هذاك اسمه لو برانسيب فوندامونتال دو ليدروستاتيك برانسيب فوندامونتال دو ليدروستاتيك في الدرس هذا لازمك بخلاف تحفظ القواعد هذوما لازمك تفهم المفاهيم زاد هذوما خاطر حاجتك بيهم على الاخر باش تحلل تمرين شنو طلب منك فوالا سي تري فاسيل لي زيكزارسيس في ليكوا ديستانس ان شاء الله